يبدو أن بمساعدة قوى دولية تمكنت اليمن من وضع يدها على بعض الأدلة وفقا لما طرحتموه بأن هذه السفينة قدمت من إيران. ما هي الخطوة القادمة على الصعيد الأمني خاصة بعد سلسلة شحنات تهريب الأسلحة التي تم ضبطها أو اكتشافها على مدى شهر 12/1/2012 وشهر يناير 2013؟ ألا تتوقعون قدوم مزيد من الشحنات في ظل تحضير اليمن لحرب أهلية في ظل استمرار هذه الشحنات؟ معالي الدكتور الأحمدي، سؤالي إليكم بصفتكم جهاز أمن قومي، هل في ظل هذه المؤشرات يتجه جهاز الأمن القومي لتغيير استراتيجيته مع جهاز الأمن السياسي خاصة في حماية البلاد أقول، والتخفيف من ملاحقة صحفيين أو سياسيين؟ فأقول أن الآن حان الوقت لجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي أن يثبتا أهليتهما لحماية أمن اليمن في هذه اللحظة. وأيضا أقول خاصة وأن هذه العملية تم ضبطها بفضل عملية استخباراتية عالية وناجحة. شكرا. شكرا. على كل حال ينبغي أن نفرق بين ما يسمى بالتدخل لأي دولة وبين التعاون. نحن لنا علاقات تعاون مع أمريكا ومع دول الاتحاد الأوروبي ومع كثير من الدول، وفي إطار هذا التعاون لمصلحة اليمن وحفظ أمنها فالباب مفتوح وفي إطاره الدستوري. والأجهزة الأمنية كما تلاحظون في الفترة الأخيرة ابتدأت تنشط وتتابع وترصد، وتعاون المواطنين ابتدأ يتحسن. حصل ما حصل في الماضي وخصوصا في 2011، لكن مع أواخر 2012 ونحن في بداية 2013 الوضع الأمني في المتابعة والتعاون ورصد كل ما يضر مصالح اليمن موجود، وإن شاء الله تعالى نأمل أن يتحقق لليمن بفضل أبنائه وتعاون أبنائه وجهودهم الأمن والاستقرار الحقيقي. إذا تابعتم كل يوم يتم ضبط متهمين خطيرين، كل يوم يتم ضبط مخدرات، ضبط أسلحة. أنا بالأمس أبلغت عن ضبط 200 كيلو حشيش مصنع في محافظة حقة، قبلها تم ضبط أكثر من هذا الرقم في محافظة حقة، تم ضبط كمية كبيرة في الحديدة، تم ضبط في المحويت، في المحويت أمس في المحويت نعم، وقبلها في الحجة وقبلها في الحديدة وفي عدن. فإن شاء الله تعالى اليمن بخير بفضل أبنائها وجهود أبنائها الحريصين على أمنها واستقرارها. وسيظل الخارجين عن القانون عددا محدودا بإذن الله عز وجل، سنتغلب عليهم وسيتغلب الشعب عليهم ليعيش أمنا واستقرارا بإذن الله. عبد الرحمن اليحيري، قناة اليمن. لحظة خلي أرد على حمود بن الصر. يا أخ حمود بن الصر، جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي ليس مهتما بملاحقة الصحفيين على ما تقول، بل ما سلمنا على ألسنة البعض منكم وصلوا إلى درجة السب، ومع ذلك لم نلفت لهم لأن عندنا مهام أكبر من هذه المهام. جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي لهم دور كبير في كشف الكثير من شبكات التهريب وفي كشف الكثير من الجرائم، ونحن منشغلين بهذه الأمور ولسنا بصدد ملاحقة أحد. شكرا. عبد الرحمن اليحيري، قناة اليمن. صباح الخير. سؤالي هو سؤال قصير ومحدد. بعد دعونا نسمع. بعد القبض على هذه الشحنة وغيرها من الأسلحة المهربة التي دخلت إلى أرض اليمن في خلال الفترة السابقة، سواء من تركيا أو من غيرها أو من إيران، هل هذا ينبئ أن هناك العديد من الشحنات التي قد تكون هربت إلى داخل اليمن؟ ماذا يمكن أن تتخذ السلطات الأمنية
في المستقبل لضمان أمن وسلامة واستقرار اليمن. شكرا. شكرا. كما قلت وأنا أقولها بصراحة أن أجهزة الأمن مهما كانت لن تبلغ المدى الذي يحقق أمنا واستقرارا للوطن إلا بتعاون أبناء الوطن. فإذا كانت أجهزة الأمن لن تزيد على 200,000 على أحسن الأحوال فنحن أمام 25 مليون. حينما يتعاون أبناء الوطن مع أجهزة الأمن سنكون بخير، وهذا هو ما نحرص عليه وهو ما ابتدأنا نقطف ثمراته بفضل التعاون. سيتم الملاحقة والمتابعة وضبط هذه المخاطر الشديدة على المجتمع اليمني سواء كانت في الأسلحة أو المخدرات أو تهريب البضائع كذلك التي تؤثر على اقتصاد اليمن التي هي ممنوعة أو خارج التي يراد إدخالها خارج إطار القانون. فاليمن بحاجة إلى جهود أبنائه وسنستمر في ذلك والوضع متحسن إلى حد كبير إن شاء الله. ملاطف الموجة يعني قناة المسيرة. معالي الوزير ودكتور معالي الوزير ورئيس جهاز الأمن القومي، أود أن أتساءل. المواطن يشكر لكم هذه الصحوة القوية ولكنه يتساءل، يعني هذا نجاح حققتموه ولكنه يتساءل من المرسل ومن المرسل إليه في الشحنات السابقة في الشحنات التركية أم أنها لا تميت؟ المواطن يتساءل. هذه الأسلحة كلها التي ترد إلى الموانئ اليمنية تورد للمواطن اليمني القتل والدمار، فأين يعني ذهبت سابقاتها وزميلاتها من الشحنات؟ وكذلك سائق الدراجة النارية الذي حاول قتل أحد الضباط أين ذهب مصيره؟ شكرا جزيلا. في السجن كلهم. شكرا. شكرا. هذه بالنسبة البحارة 8 يمنيين موقوفين رهن التحقيق، وكما قلت لكم سنظل صريحين أو صرحاء في قول الحقيقة. فما لدينا أن هذه السفينة بكل تأكيد تحركت من ميناء من موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من المرسل؟ كشف. من سهل هذا، ما أنت لا تستعجل عشان هذا الحين أنا أدي لك كلام الحين. أنت المحقق ولا أنا؟ لحظة، أنت صحفي لكن أنا المحقق، أنا أقول لك كلام صريح. المؤكد عندي أنها خرجت من إيران، من أرسلها ولمن أرسلت مسألة خاضعة للتحقيق. هذا كلام منصف، ما أظن أني تجاوزت شيء. فأرجو ألا تكونوا مستعجلين كما حصل بعض يحلم أحيانا. ثاني يوم واحد يطلع كلام مش عارف إيه، مش عارف إيش من صحيفة إنه هذه من الشحنة قادمة من البلد الفلاني وبتصلح من وزير الداخلية والجهة الفلانية والتحقيقات أثبت. هي تحقيقات والله ما ظل لي. أحيانا الواحد يعجز عن أن يتحدث عن خبر حينما يكون من بدايته ولا نهايته مكذوب. فإحنا لذلك نفضل ألا نرد على مثل هذه الأشياء. أرجو أن يكون فينا شيء من الصدق على الأقل. إذا أنت حتغالط لف شوية، اعصر الكلمة شوية، لكن الكذب المعسبل هذا صعب. شكرا. عبد الله بي بي سي. عبد الله غراب. شكرا. أستاذ عبد الله غراب بي بي سي. خلاص شكرا يا جماعة. ما قدرش لأنه مشكلة. يلا البي بي سي. ها شكرا. لو سمحت عبد الله غراب. يا دكتور علي الأحمدي، أخطر معلومتين وردتا في هذا المؤتمر الصحفي وردتا على لسان الدكتور علي الأحمدي، وأتمنى أن يكون صريحا في إجابته على سؤالي، لأن نشر المعلومة الصحيحة للرأي العام أهم في حماية الأمن القومي للبلاد من نشر جيش بأكمله. أنت قلت يا دكتور علي الآن وقبل قليل أن هذه الشحنة لم تكن لتصل البلاد إلا بتعاون جهات رسمية. وسائل إعلام موالية للنظام السابق كانت اتهمت وزير الداخلية بأنه وراء هذه الشحنة، وهل يعقل أنه اليوم يدافع عن أمن البلاد بهذه الطريقة وهو المتورط فيها؟ أنا لدي معلومات مهمة من مصدر أمني عالي جدا في البلاد أثبت لنا أن
بعض أنصار النظام السابق زوروا أوراقا رسمية باسم وزارتي الدفاع والداخلية لاستيراد هذه الشحنة. هل ستكون جريئا معنا لتكشف من هم بالضبط الذين سهلوا هذه المهمة؟ أنا شخصيا موافق، وأحب أن تقدم معلومات من أي شخص عنده بيانات ومعلومات عنها. أولا نحب أن نصل فيها إلى نتائج وعملية. وأحب أن أقول شكرا على السرعة. طيب شكرا على النصيحة. وتريد أن تستفزني من أجل أن أعطي لك معلومات؟ لن أعطي لك المعلومات إلا في وقتها، تمام؟ أما لحظة، أولا ما يتعلق بما طرح، هو طرح من نسيج الخيال، من خيالكم أنتم الصحفيين، الذي الأجر جاء من الصحافة لم يستند على أي مصدر، وكذبناه ببيان رسمي من اللجنة الأمنية العليا، وقلنا إن ما نشر في صحيفة اليمن توداي ليس له أساسا من الصحة لا من قريب ولا من بعيد. هذا كان إجابة في حينها. بالنسبة لمن الجهة الذي شحنت هذا، أنا أقول إنه المهربين شطار، لكن ماشي إلى درجة صواريخ. أنا أقول إنه أرجو أن نكون منطقيين في الحديث. الجدل الزائد والعصبية الزائدة ما لها لزوم، يعني ما عليش اطرح الكلام، خلينا اسمع منا بأدب واسمعنا بأدب. الجدل الزائد والحدة الزائدة لا توصل إلى نتيجة. سؤال أخير عفوا، لأنه أنا عندي موعد. يحيى السدومي السياسة الكويتية من؟ يلا تفضل.